وتترمل امرأة ويتيتم طفل. كل يوم هناك مأساة. سوريا اليوم جريحة كباقي الدول العربية التي ما زالت تحت الاستعمار حقيقة وإن كانت محررة. سوريا اليوم تنادينا، وأمس نادتنا كذلك. لم يلبي صرخة سوريا إلا أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة. سوريا لم تطلب منا غير الدعاء، لكننا كإخوة في العروبة، كإخوة في الدين، كأصحاب عقيدة، لابد أن نلبيهم بعطائنا، فهو واجب ليس منا من أحد، بل هو واجب علينا كمسلمين أن نمد يد العون لإخواننا في سوريا. ليس مطلوب منا أن نقدم فقط الدعاء، بل مطلوب منا الدعاء والمال وكل شيء يمكن أن ينقذ سوريا من مأساتها ويخرجها من مستنقعها هذا الذي حقيقة ما زالت تئن منه ربما من سنتين وأكثر. حاليا هناك آلاف النازحين، بل عشرات آلاف النازحين داخل سوريا، وكذلك عشرات آلاف اللاجئين إلى خارج سوريا، إلى مخيمات لبنان، إلى مخيمات الأردن، إلى تركيا، ومنهم من ذهب عبر البحر إلى أوروبا، منهم من وصل إلى ما يريد، ومنهم من مات غرقا في طريقه إلى النجاة. مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج الأيادي البيضاء، هذه النافذة التي نفتحها لكم لتمدوا يد العون لإخوانكم في سوريا، هذه النافذة التي نفتحها لكم لتتواصلوا من خلالها مع إخوانكم في سوريا. يشرفنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ محمد المعزب، مدير إدارة الإغاثة لجمعية الإصلاح. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أخي الكريم. حياك الله أستاذ محمد، ربما كنت ضيفا معنا قبل ذلك في حلقة سابقة وتحدثنا فيها في بداية الحملة. نعم في بداية الحملة، وكذلك بفضل الله عز وجل وقد آتت ربما الحملة أكلها. نعم. وآتت ثمارها بفضل الله عز وجل ووصلت إلى إنجاز محمود. الحمد لله. عدت معنا اليوم نتحدث عن الإنجاز، وكذلك نتحدث عن الحملة المستمرة. كيف كانت الحملة في الفترة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بادئ ذي البدء أحييك أخي أحمد، وأحيي برنامج الأيادي البيضاء، وأشد على أيديكم في تفعيل هذا البرنامج لأن له صدى في إيصال رسالة إخواننا ومعاناتهم إلى شعبنا في اليمن وإلى الخارج كذلك. بفضل الله سبحانه وتعالى الحملة بدأت في بداية شهر ديسمبر الماضي، وكانت للجمعيات المساهمة والشركة في هذا الحملة جهد جبار يشكر عليه، بحيث تواصلوا مع المجتمع وبفضل الله سبحانه وتعالى وصلت التبرعات إلى هذه الجمعيات، وكان الجمعيات الشريكة والفاعلة في هذه الجمع التبرعات هي أربع مؤسسات، على رأسها جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية مدد الإغاثة التنموية، والهيئة الشعبية. نعم. قبل تقريبا في النصف الأول أو في 14 فبراير بفضل الله سبحانه وتعالى، قبلها تقريبا في أسبوع في بداية فبراير التقينا مع بعض وتدارسنا وشفنا كم المبلغ المحصل في هذه الجمعيات، وكان هناك مبلغ لا بأس به، يعني حوالي ربع مليون دولار. نعم ما شاء الله. ثم بعد ذلك اتخذ قرار بسفر حملة من أربعة أفراد. لكن عفوا، كانت يعني بداية الحديث احنا نتحدث عن الحملة بفضل الله عز وجل كما توقعتم وكما خططتم آتت أكلها. الحمد لله، يعني نعم. احنا خططنا مبلغ كبير حقيقة، يعني خططنا مبلغ 5 مليون دولار، لكن كذلك ما شاء الله، يعني نتحدث عن ربع مليون دولار يعني في فترة وجيزة. نعم. وكذلك في اليمن شعب فقير كادح ربما يعني يقوت قوت يومه يدفعه. أكيد، لكن أقول يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هذا المبلغ، أعتقد أن رسالتنا لم تصل إلى الجميع، ووصلت إلى الجميع لكانت المبالغ أكثر، وأنا متوقع يعني يعني أقول في وثقتي في شعبنا وفي أبناء شعبنا أنهم يعني أهل المدد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل المدد هم اليمن يعني في معنى حديثه، فلو وصلت رسالتنا إلى الناس أجمعين لشفنا مبالغ أكثر من هذا المبالغ، وإحنا متعودين ولنا حملات سابقة في سنوات سابقة في إغاثة إخواننا في فلسطين، فوصلت تبرعاتنا إلى مبالغ عالية جدا في الله سبحانه وتعالى، فوق الملايين. أيه نعم. هو كذلك الشعب اليمني دائما معطاء وشعب الخير بفضل الله عز وجل. نعم. وهذا ربما نتحدث عنه في كل حلقة، ليس مدحا والله. صحيح. وإنما فعلا من باب يعني رد الفضل، لأنه هذا الشعب يستحق منا كل خير، هذا الشعب الذي رغم فقره ومع ذلك يقف مع إخوانه المنكوبين في أي مكان. نعم. متى ما حدث في أي مكان مصيبة لا سمح الله قالوا اليمن،
فيجودون يعني بفضل الله عز وجل أهل اليمن. لكن أستاذ محمد الحملة تحدثنا ربما لها فترة الآن، حملة أغيثوهم، شارك في الحملة أكثر من 10 جمعيات بالضبط، لكن كما تحدثت أنه فقط 4 جمعيات هي التي ذهبت إلى تركيا أو هي التي ذهبت لإيصال المساعدات. المساعدات نعم. كيف تم اختيار هذه الأربع؟ أقول يا أخي بالنسبة للجمعيات اللي شاركت، هي الجمعيات التي تفاعلت مع الشعب وأنزلت يعني الحملة الإغاثية للناس، سواء عبر فروعها في المحافظات أو عبر الخطب والمساجد ومشايخ، عبر المحاضرات والندوات، عبر الرسائل، عبر التواصل الشخصي مع طبقات معينة من المجتمع. هذه الجمعيات تفاعلت مع الموضوع حملة أغيثوهم، وبذلك استطاعوا أن يجمعوا مبالغ لسوريا، وبقية كان معنا انشغلوا في مشاريع أخرى وخاصة داخلية بما يخص اليمن من حملة طبية وغيرها. نعم. فيعني نعذرهم، ولكنهم معنا في دعمهم، سواء في تواصلهم معنا يدعمونا في إيصال تبرعات من بعض الناس، من بعض الشركات، من بعض التجار وهكذا. نعم. قبل أن نستكمل حديثنا، ربما كان هناك تقرير، لا أدري إذا كان الإخوة في الإعداد، هل جاهز التقرير؟ إخوة في الإخراج ربما لم يجهز بعد التقرير، لكن نستكمل حديثنا على أمل أن يجهز خلال اللحظات إن شاء الله. أستاذ محمد، ذهبتم إلى تركيا وكان معكم المبلغ نقديا، وكنتم تنوون دخول سوريا. نعم. كانت النية أن تدخلوا سوريا توصلوها بأنفسكم. أي نعم. لكن حدثت ربما هناك مشاكل وعوائق بسبب الحدود. نستكمل هذا الحديث عن هذا الموضوع بالتحديد تفصيل، لكن نخرج إلى تقرير ثم نعود. مشاهدي الكرام، نخرج إلى تقرير ونعود، ابقوا معنا. سوريا دماء تنزف وبيوت تهدم وأسر تشرد وشعب يموت، حال لا يخفى على أحد ووضع لا يحسد عليه، تراكمت عليهم المحن وجار عليهم الزمن، حصرتهم الآلام من كل جانب، فالموت والجوع والبرد والضياع مصير مجهول. 3 أعوام حصدت أرض سوريا وشعبها، فمئات الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من الشهداء وملايين الآلاف من النازحين واللاجئين، ليبقى الأمل لهم بعد الله تعالى وما يجود به أهل الإنسانية والرحمة لإغاثتهم ودعمهم. جوعان بعدني بلا أكل هلا. كيلو الحشيش تاع البقر أجلكوا الله اللي عم نشتري بناكله إحنا ب400 و500 و700 و800، أكل البقر عم ناكله إحنا. بدنا هاي جمعية تعرفق بالحيوان، ما بدنا إنسان يرفقوا فينا زي ما برفقوا بالحيوان تبعاً، بس ما بدنا أكتر من هيك. ويبقى أهل اليمن هم أهل النصرة والمدد، تتضافر جهودهم مع شحة الحال ليضعوا بصمة الإخاء ويمدوا يد العطاء. نحن بني آدمين محصورين، لا أكل ولا شرب لا شيء، وصلنا معونات ما يوصلوا لنا، وصارت هاي لكن من الدول العربية، صارت دول أجنبية، ما صارت السجين بيأكل بيشرب، لكن كان إذا حطوه بالقفص بيحطوا له أكل وشرب، نحن ما عندنا أكل وشرب. وقد دشنت عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في اليمن أغيثوهم عبر ندوة جمعت خطباء مساجد العاصمة، تم خلالها مناقشة الوضع في سوريا وضرورة الإسراع في تنفيذ الحملة، وخاصة بعد أن أكل السوريون القطط وأوراق الكرتون وكابدوا الموت بالحشائش وورق الصبار، فهل نكون الأيادي البيضاء التي تمتد إليهم؟ إذن أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شاهدتم معنا التقرير، هذا التقرير المأساوي، وهو هاي طبعا الصور من مخيم اليرموك، حتى نذكر مشاهدينا بأن مخيم اليرموك يقبع تحت الحصار، ربما وصل الآن إلى سنة أو أكثر من سنة. مخيم اليرموك الناس هناك طبعا أكلت لحوم الكلاب أعزكم الله، كذلك أكلوا لحوم البقر، أكلوا الحشيش ربما الأخضر، كما شاهدتم الأطفال مثل ما كان بيحكي الطفل هلا ما تغدى. حقيقة ربما تعجز الكلمات عن وصف ما يحدث هناك في سوريا، ما يحدث في مخيم اليرموك. كذلك أنوه للمشاهدين الكرام بأن مخيم اليرموك هو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين،
لكن لا يسكنه فقط الفلسطينيون، بل هناك فلسطينيون وكذلك سوريون. سكان مخيم اليرموك ما يقارب 900,000 مواطن، منهم 200,000 فلسطيني. 200,000 فلسطيني من المنكوبين حقيقة، يعني هم لاجئين أصلا في الأصل من ديارهم، لجوا إلى سوريا كأرض عربية وكذلك كبلد من بلاد الشام وكذلك كإخوة في الدم والعقيدة، لكنهم لم يكونوا يتوقعوا بأن تحدث هذه المجازر بحقهم من نظام كان يدعي الممانعة، من نظام كان يدعي بأنه هو من ينصر القضية الفلسطينية. حقيقة لا أريد أن أدخل في السياسة، لكن هذه وهذا هو الواقع. مشاهدي الكرام، أنوه لكم بأنكم بإمكانكم التبرع لإخوانكم في سوريا عن طريق حسابات أو الحسابات التي تظهر تباعا على شاشة البرنامج، كذلك بإمكانكم التواصل معنا هنا على برنامج الأيادي البيضاء عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشة البرنامج. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك من جديد، حياكم الله. أود أن تعلق على ما شاهدت. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ماذا 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 عسنا أن نقول، يعني مأساة بكل ما تعنيها الكلمة. النداء الذي أطلقته الأخت، يعني تريد جمعية الرفق بالحيوان، يعني إلى أن وصلنا، يعني إلى لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول لها هذه الكلمة، ولكن نقول لهم اصبروا وثقوا بأن الله موجود ولن يضيعهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتحملوا هذه المأساة، هذا قدرهم، يصبروا ويشكروا الله سبحانه وتعالى على ما فيه، وسيجعل الله لهم بإذن الله سبحانه وتعالى مخرجا بإذن الله. أعانهم الله وأعاننا كذلك، وأعانكم كذلك على نصرتهم إن شاء الله، ومد يد العون لهم بإذن الله. كما كذا نعتقد أنهم يعني هم يعاونون كذلك على أصحاب الأيادي البيضاء أمثالكم، نعم. إن شاء الله بأن تمدوا يد العون لهم بإذن الله، وأنتم كذلك وعند حسن الظن بإذن الله. أستاذ محمد، كنا نتحدث عن الحملة وتم اختيار، نعم، أربع جهات، نعم. لو تذكر لنا، ذكرنا طبعا السبب في أنه هاي الجهات اللي كانت فاعلة في التبرعات، جمع التبرعات، لكن لم نذكر أسماء هذه الجهات إذا توفرت. طيب أخي الكريم، أولا أخذ رسالة من التقرير السابق، وهي أنه رسالة إلى جميع الأخوة، إلى جميع الأخوات، إلى المشاهدين في الداخل والخارج، أن أنقذوا شعب سوريا بقدر ما تستطيعون. الريال والعشرة والخمسة يتجمع ويعمل دور، فالله سبحانه وتعالى يعطي صلة غذائية، يعطي خبز، يعطي كذا. هؤلاء الناس بحاجة إلى كل ما تتوقعه، ونقول لهم لا يحتاجوا عيني، لأنه لا يستطيع حملها إلى داخل سوريا، ولكن بمبالغ بسيطة تتجمع بإذن الله سبحانه وتعالى، ويصبح مثل قطرة الماء، قطرة الماء يصبح سيل جارف. هذه رسالتي إلى الناس، أن لا ينسوا إخوانهم، نعم، في سوريا. أعذرني، نعم، محمد، أقاطعك المرة الثانية، لأن ربما الإخوة استدركونا باتصال الأستاذ خالد العيسي. طيب، معنا الآن عبر الهاتف أستاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا الأستاذ خالد العيسي من تركيا، المدير العام لجمعية عطاء، نعم، للإغاثة والتنمية. أستاذ خالد، بداية، كيف استقبلتم حملة أغيثوهم اليمنية؟ سيد الكريم، حقيقة عندما بلغنا موضوع حملة أغيثوهم اليمنية وطلعنا على بعض مجرياتها، انتابنا نوع من، لا أقول يعني الفرح، ولكن هذا الإحساس في الترابط، أن هناك أخوة في بلد يبعد عنا آلاف الكيلومترات يشعرون في هذه المعاناة التي نعيشها يوميا. نعم، عفوا أستاذ خالد، ربما الصوت غير واضح، عدوا الإخوة لفتح الصوت في الاستديو حتى نتمكن من السماع. أستاذ خالد؟ ألو، أي نعم. نعم، أرجو من الإخوة فتح الصوت فقط في الاستوديو. أستاذ خالد، نعم، تفضل أستاذ خالد. أنا أقول بالبداية الأخوة أبلغونا بانطلاق الحملة أغيثوهم، وتابعنا مستويات هذه الحملة، يعني انتابنا نوع من الاطمئنان بأن رغم هذه المأساة التي نعيشها، هناك أخوة يشعرون بنا، هم على بعد مئات وآلاف الكيلومترات، ولكن ما زالوا يعني تربطنا هذه الرابطة التي جمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شامنا ويميننا. هذا الجمع في هذا الحديث أحسسناه حقيقة في هذه الحملة المباركة التي أطلقتموها في اليمن، وهي حقيقة يعني نشكر الشعب اليمني الذي تجاوب مع هذه الحملة بكل ما يأتي. وأتوا الأخوة إلى تركيا وإلى الحدود السورية كانوا يدخلون، ولكن يعني المانع الذي منع هذا الأمر، يعني كان استقبال رائع، نعم، وشعور طيب حقيقة. نعم، يعني إذن أستاذ خالد، استبشرتم بهذه الحملة،
كيف قيمتم أداء يعني إذا تحدثنا عن بعض الجمعيات اليمنية التي شاركت في هذه الحملة والتي قامت مشكورة بالجهد الجمع المال لإخوان في سوريا؟ هل كنتم تتوقعون هذا العطاء من الإخوة في اليمن أم أنه كان غير المتوقع؟ حقيقة يعني كان عطاء طيب وجهد مبارك، ونحن نعلم يعني ظروف اليمن، فسررنا جدا في هذه الأمر، والأمر يتعدى الأمر المادي هو الأمر المعنوي وحقيقة الوقوف، بالإضافة إلى أن هذه المبالغ التي جمعت حلت أزمة كبيرة في بعض المناطق التي تعاني حقيقة من نقص كبير وتجويع وحصار، فبارك الله لكل من بذل ولهذه الجمعيات المباركة التي يعني تبذل جهد لهذا الأمر. نعم أستاذ خالد، يعني إذن هذا كان متوقع. كيف تنوون توزيع هذه المساعدات؟ هل قمتم بتوزيعها أم ما زال هناك خطة لتوزيع هذه المساعدات؟ وكيف ستقومون بتوزيعها؟ على من؟ خلال يعني عندما أبلغ بالرقم النهائي للحملة وجاء الأخوة إلى هنا، تم الاتفاق على التوزيع للأماكن الأكثر ضررا وحاجة، وكما تعلمون حلب خلال الفترة الماضية تعاني من قصف شديد وتشريد آلاف عشرات الآلاف من العوائل التي أصبحت لا منزل لها ولا مأوى، فأصبح التوزيع للأماكن الأكثر حاجة، فتم توزيع المساعدات إلى ثلاث مناطق رئيسية حتى يكتفى هذه المناطق ولا تتفرق الجهد. فتم إعطاء 50% من هذه المساعدات لمدينة حلب المنكوبة، و 30% منها إلى المنطقة الشرقية، و20% منها إلى ريف حماة الذي يعاني الآن أيضا من حملة تهجير وقصف يوميا. بالإضافة إلى تخصيص مبلغ، هذه كانت لفتة طيبة ومباركة من الجمعيات المشاركة للغوطة المحاصرة، غوطة دمشق، رغم أن هذه يعني الأمور صعبة في الوصول إلى الغوطة وإلى ريف دمشق، ماذا أقول، موضوع غلاء الأسعار، حيث أن الأمر 10 أضعاف، تخيل أن ربطة الخبز في 10 دولار، ومع ذلك الأخوة خصصوا هذا المبلغ لنصرة هذا رغم الصعاب في هذا الأمر. نعم أستاذ خالد، عفوا أستاذ خالد، ما الذي ستقوم بتوزيعه؟ هل تم شراء بعض الحاجيات أم ما زلتم في إعداد الخطط لهذا الموضوع؟ لا، باشرنا والحمد لله في موضوع السلال الغذائية، والكسوة من الملابس والبطانيات في كسوة الشتاء، تم تجهيز الآن أكثر من 5000 طرد غذائي، سيتم توزيعها حسب المناطق التي ذكرت، تم تجهيز بعضها والبعض الآخر نتيجة الصعوبات في إدخال المواد إلى سوريا، أنتم تعلمون أن معظم الحدود مغلقة إلا يسير منها، فالأمور يعني تأخر، ولكن الحمد لله استطعنا من إدخال يعني بعض المساعدات. لكن عفوا خالد، يعني سؤال أخير وأعتذر عن المقاطعة لضيق الوقت، لكن هل هاي الأشياء تم الاتفاق عليها مع الوفد اليمني أم أنكم أنتم من تقررون هذا الموضوع؟ أم تم الاتفاق بينكم وبين اليمنيين؟ نعم الأمر يأتي بالاتفاق، والأخوة اليمن حريصين على أدق التفاصيل، من سيستلم ومن هو المندوب وكيف التوزيع والاطلاع على الكشوفات. حقيقة الأخوة في اليمن وهذه الجمعيات هي مثال للعمل المنظم، يعني لدينا إحنا كثير من التبرعات، ولكن الأخوة في الجمعيات التي شاركت كانت يعني دقيقة في أدق التفاصيل، من مكونات السلة إلى ما هي نوعية القماش المقدم إلى من المستفيد وكيف التوزيع. نعم ختاما استاذ عفوا أعتذر عن المقاطعة مرة أخرى، لكن أود منك رسالة قصيرة وسريعة للإخوة اليمنيين بسرعة لو سمحت. الشعب أولا نتوجه بعميق الشكر وحقيقة هذا الشعور من شعب اليمني الطيب المبارك الكريم الذين يمثلوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ليساعدوا الشعب السوري.
ستبقى هذه المساعدات دينا في عنقنا إن شاء الله. بدت إن شاء الله. أشكرك حقيقة عفل. أخذتني العبرة وأنا أتحدث معك الآن. أعانكم الله أعانكم الله أستاذ خالد، وأسأل الله أن نثبتكم بإذن الله في عون الشعب السوري، وأن تقوموا بيد يد العون لإخوانكم السوريين، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق. لا أستطيع أن أقول غير ذلك. أستاذ خالد العيسي المدير العام لجمعية عطاء للإغاثة والتنمية من تركيا، شكرا جزيلا لك. مع الآن اتصال آخر، أخت محمد ياسين من تعز. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. الإخوة الصوت حقيقة غير مسموع. وعليكم السلام. أخت محمد ياسين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن نريد أولا أن نقول نترحم على شهداء سوريا، وأن نقول لهم إن شاء الله أن النصر قادم، وأن بشار سيأتي لهم. لن ننسى فيه الجرحى ولن ننسى فيه الشهداء. أصلا نحن هنا اليوم في تعز، في محافظة تعز، أقمنا مهرجانات كثير من أجل سوريا. أيضا ولا ننسى أننا هنا في تعز نحن أهل سوريا. نقول نقول هذه الرسالة نريد أن نوجهها للصامتين. نعم. للعرب الذي سكت على دماء الشهداء وسكت على مجهد البشار. نقول لهم اسمعوا مننا، نحن هم أهل اليمن، أهل المداد، ننسى إخواننا في سوريا. طيب أخت محمد ياسين، حقيقة الصوت غير واضح، حقيقة يصلنا متقطع. نقول لإخواننا في سوريا، نعم، لن ننساكم واستغلوا في قلوبنا إلى الأبد. نحن أقمنا الثورة وسننتهي بثورتكم إن شاء الله، سننتصر في سوريا. نعم. سنحتفل إن شاء الله في سوريا. نعم إن شاء الله. أشكرك يا أخت محمد ياسين من تعز. أستاذ محمد أعود لك وأعتذر عن الإطالة، لكن كان ضرورة. جزاك الله خير. كنا نتحدث عن الجمعيات التي شاركت. نعم. وعن سيرها، ودعني أسميها رحلة تركيا. لا، هي حملة أغيثوهم. إحنا لازم حملة أغيثوهم ورحلة الوصول. أنا حملة نعم. الوصول. نعم. الأستاذ خالد جزاه الله خير، خالد العزة. نعم. استقبلنا في تركيا ونزلنا الجمعية وحقيقة. لكن عفوا أستاذ محمد، كنتم أنتم منسقين مع الأستاذ خالد أو الجمعية بشكل عام؟ أي نعم. قبل منسقين من هنا من صنعاء. نعم. اتصلنا بهم ونسقنا معهم، وحقيقة الحمد لله الأخوة الآن بدأوا يعني بترتيب أنفسهم في جمعيات مرتبة ومنظمة ومعهم لجان ومندوبين وفي الداخل السوري في كل مكان الحمد لله سبحانه وتعالى. فيعني احنا أخذنا من هنا أربع جمعيات، قلت لك على رأسها جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، وجمعية مدد الإغاثية التنموية، وجمعية الإحسان الخيرية، والهيئة الشعبية اليمنية لمناصرة الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة. هذا كنا الأربع الجهات التي شاركت في هذه الحملة بمبالغ، وذهبنا مع بعض إلى هناك. كيف تم التعامل هناك في تركيا؟ التعامل ما في أي مشكلة، يعني تواصلنا مع الأخوة، وصلنا عند الأخوة، نزلنا عندهم الجمعيات، جلسنا مع بعض بإجراءات التسليم والإسلام. لكن عفوا، أنت تحدثنا أنه قبل ذلك كنتم كانت النية تدخلوا سوريا. طبعا احنا هو في تقرير الان، لو تعرض التقرير اتشوف. اتمنى الاخوه يجهزون التقرير يعني. نعم، هو سيوضح كثير من الاسئله. نزلنا. نعم. الى الريحانيه، غادرنا من اسطنبول الريحانيه. نعم. ووصلنا الى باب الهواء وشفنا المعبر. نعم. مغلق يعني. اذا رايتم بعد. طيب اذا نتابع التقرير. طيب. ربما اذا كانت تفاصيل هناك في التقرير. أي التقرير افضل. نعم التقرير. مشاهدي الكرام، مشاهده التقرير ثم نعود. من السيارات، المواد الغذائية والطبية والملابس وما أشبه ذلك كلها متوقفة لأن الباب مغلق، لأن المعبر مغلق وكثير من المعابر مغلقة. لا نستطيع أن ندخل نحن أو يدخل الناس أو تدخل المواد الغذائية أو تدخل الملابس وما أشبه. كل هذه عالقة على مسافة 15 كيلو متر، هذه السيارات عالقة.
الظروف الأمنية والاشتباكات والبراميل والصواريخ والوضع الأمني العام الذي تعيشه سوريا هذه الأيام، تعذر علينا الدخول، وبالتالي جئنا إلى هنا إلى الحدود إلى باب الهواء للتقاء بالأخوة مندوبي الثلاث المحافظات حلب ودير الزور وريف حماة لكي نسلمهم هذه المعونات وهذه الإغاثات التي سينقلونها خلال الأيام القادمة إن شاء الله، ويوزعوها إلى المحتاجين من النازحين داخل سوريا، سواء فيما يتعلق بالسلع الغذائية أو بالبطانيات والملابس الشتوية. نتوجه بالشكر الجزيل لإخواننا حقيقة في اليمن لإحساسهم في قضايا ونصرة الشعب السوري، والحملة المباركة التي أطلقوها حملة أغيثوهم معا لإغاثة الشعب السوري. والشكر موصول وجزيل الشكر لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية لما تقدمه من معونات غذائية وكسوه كتاء وبطانيات، وقدوم الأستاذ محمد معنا يعني دليل على هذه النصرة الحقيقية. أول شيء نتشكر الأخوة اليمنيين على مساعدتهم الإنسانية للشعب السوري. طبعاً هلأ عندنا الوضع بحماة بحكم المعارك الدائرة من ما يقارب 15-20 يوم على جبهات حماة، صار في نازحين كثير طبعاً غير الأولانيين، حملة نزوح يعني كبيرة كانت كلها منتشرة بالريف الحموي الشرقي والغربي الشمالي الريف الحموي الشمالي. نتوجه بجزيل الشكر لأهلنا باليمن على حملتهم المباركة، حملة أغيثوهم معا لإغاثة الشعب السوري، والشكر موصول لأخواننا في جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، بارك الله في جهودهم وتحملهم على مشقة القدوم إلى الحدود للتأكد من تنفيذ العمل. حقيقة هذا مو جديد على أهلنا في اليمن، دائما شعب واحد وهم واحد بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وجهودكم. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. استاذ محمد، راينا المساعدات في هذا التقرير، ربما راينا الاشياء جاهزه، ربما يعني اجابتك عن الاسئله. نعم، هي اجابت عن الاسئله كذلك. انا استغربت لانه مثل ما حكيت انه الشراء حيتم من داخل سوريا. لا هو الشراء من تركيا، لانه يعني داخل صعوبه في قضيه الشراء والنقل وكذا، والتجار السوريين الان بيشتروا من داخل تركيا ويدخلوا داخل سوريا. حتى من داخل سوريا التجار بياخذوا الامن. اذا الافضل الشراء من تركيا يدخلوا داخل. نعم، اذا اشتريتم هاي الاشياء بحيث شريناها وزرنا المخازن ووثقنا في المخازن، وقضيه مشكلتنا كانت النقل في لان كان المعبر مغلق كما شفت. نعم، تاخرت يعني دخولها فقط. نعم، اذا اسمح لي، لكن مهما قدمنا لان في بحق اخواننا في سوريا نتكلم عن هذا ان شاء الله، لكن عطاء ان شاء الله والحاجه كبيره. استاذ محمد، مع الان الاستاذ حسن جميل نائب رئيس جمعيه IHH او الإيهاها أو الإيهاها من تركيا. أستاذ جميل حسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حسن، أهلا بك معنا في برنامج رياد البيضاء. حقيقة نود، بما أننا نتحدث عن الإنسان والإنسانية في هذا البرنامج، نود كذلك أن نبعث لكم برسالة شكر على ما تقدمونه من مساعدات لكافة أو دعني أقول الإنسانية بشكل عام في كل مكان. جزاكم الله خيرا. طبعا أنا بهذه المناسبة أشكر الشعب اليمني الذي يعني هي أصلا يعني كانت عنده الصعوبات والمشاكل، ولكن مع ذلك الشعب اليمني
قد بيّن كل عالم أنه لا ينسى إخوانه في سوريا، وهو قد فخرت القلوب جدا. نعم. إذن أستاذ حسن، هل توقعتم من البداية بهذا المبلغ من أو هذا التعاون والمبادرة من اليمنيين وكذلك على رأس جمعية الإصلاح؟ يعني طبعا بصراحة يعني في أثناء المبادرة لمساعدة إخواننا السوريين في داخل سوريا أو النازحين في لبنان وفي الأردن وفي العراق، نحن من البداية كنا في الميدان وكنا نتعامل مع الإخواننا السوريين الذين هاجروا من بيوتهم ودمروا بيوتهم، ونحن كنا معهم. وطبعا نحن بعدما تعاملنا معهم كما تعرفون نحن هيئة إغاثية، نحن منظمة أهلية ولدينا إمكانيات بسيطة، وطبعا نحن بعدما رأينا ولمسنا الأوضاع سواء في الداخل سوريا أو خارج سوريا، مباشرة عملنا طلب الاستغاثة للإخواننا السوريين جزاهم الله خير. يعني هناك كثير من البلدان وكثير من الجمعيات شاركوا. وطبعا بالنسبة لليمن أصلا بالصراحة يعني نحن كنا نتعامل مع جمعية الإصلاح من مدى طويل، ونحن كنا كنا لدينا بعض المشاريع في داخل اليمن، ولكن هناك فرق كبير. نحن كنا نمول وهناك إصلاح ينفذ المرح، ولكن لما وقعت الحال والإخواننا السوريين حالهم صعبة جدا، يعني من البداية ومن المبدرين ومن الأولين يعني نحن وجدنا إخواننا اليمنيين. وطبعا أصلا لديهم حق، صحيح إمكانياتهم بسيطة، صحيح مبالغهم ليست بمقارنة المبالغ الأخرى، ولكن هناك نيات صالحة. نعم. ونحن أستاذ حسن عفوا نقول نعم. أستاذ حسن عفوا المقاطعة، لكن أود أن ألفت انتباهك بأنه الآن معي في الاستوديو الأستاذ محمد المعزب، كذلك هو من جمعية الإصلاح، واعتقد انه عنده شيء يريد ان يقوله لكن باختصار. حيا الله الاستاذ حسن جميل حقيقه. كما قال الاستاذ حسن بدنا نتعاون. حياكم الله يا استاذ، بارك الله فيكم وجهودكم جباره حقيقه. حياك الله استاذ حسن. ختاما اود منك رساله للشعب اليمني. والله يعني اولا انا اشكر القناه يمن شباب اليمن. يمن الشباب وجمعيه الاصلاح، ونحن يعني من هنا من تركيا نتابع وندعو لكم وندعو للإخواننا في اليمن إن شاء الله. اللهم قد تتم هذه المبادرة في اليمن بنتائج إن شاء الله أحسن مما نتوقع، ومع ذلك ممكن هذا يكون ابتداء أمواج الخير في المنطقة وللعالم الإسلامي كلها، لسوريا ولفلسطين ولمصر. إن شاء الله كل الأمة الإسلامية قد تتأثر من موج الذي تبدأ من اليمن، لأن يمن الخير، لأن يمن الحكمة. ولأن شعب اليمني مع وقع الصعوبات لا ينسى إخوانه في العالم، ونحن رأيناهم في فلسطين، ونحن رأيناهم في سوريا، ونحن رأيناهم عدة أماكن. إن شاء الله مع هذه المبادرة ومع هذه الموج المباركة قد تتأثر إيجابيا المنطقة والدول الإسلامية كلها بإذن الله. إذن أشكرك يا الأستاذ حسن، كذلك فعلا هو شعب الإيمان والحكمة وشعب المدد كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأستاذ حسن جميل نائب رئيس جمعية IHH أو إيهاها كما يطلق عليها ومتعرف عليها من تركيا، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ محمد، ربما تحدثنا الآن عن الحملة، أوصلتم المساعدات بفضل الله عز وجل، اتفقتم مع جمعية عطاء وكذلك مع جمعية IHH تمام؟ نعم اتفقتم معهم؟ نعم اتفقنا مع مليها نعم دقيق نعم للطحين. نعم. جمعية عطاء المواد الغذائية والملابس والبطانيات. أنا كنت أتحدث مع الأستاذ خالد سلفا أنه من الذي قرر أن تصل مساعدات 30% لحلب 20% للغوطة الوفد يعني الوف اتفقتم معهم على كل نحن شيء. اللي قررنا هذا الموضوع. احنا طلع درستم الحاجه درسنا مع بعض وقلنا اكثر المناطق ضرا حلب، فكانت نسبه احنا اعطينا من مبلغ 50% تقريبا مبلغ لحلب. نعم. اذا هو ادركنا الوقت استاذ محمد، لكن اود ان اتحدث عن
ما تبقى من الحملة، هل ما زالت الحملة مستمرة؟ الحملة ما زالت مستمرة. أود أن تنوه بأن هذه ليست الحملة الأولى. نعم، هذه الحملة بالنسبة لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية الحملة 12. نفذنا في لبنان، ونفذنا في الأردن، ونفذنا هنا اللاجئين هنا في اليمن. في الأردن قبل؟ أي في الأردن نفذنا في مخيم الزعتري. نعم. العام الماضي وقبل العام الماضي، وفي لبنان نفذنا في شهر واحد. لبنان نعم. في لبنان في شهر واحد نفذنا حوالي 700 أسرة استفادت مادة غذائية، وداخل سوريا نفذنا 10 حملات، منها طبية نفذها الدكتور طارق عملية ومادة طبية، ومنها مادة غذائية وطحين. إذا 12 حملة. 12 حملة جمعية الإصلاح. نعم. أو الشركاء 3 حملات مجتمعة، هذه الحملة الثالثة مجتمعين يعني. نعم، مع جمعية الإصلاح. مع جمعية الإصلاح. نعم، إذا ما هو مستقبل هذه الحملة؟ الحملة مستمرة، والتقينا الأسبوع الماضي ومستمرين بإذن الله سبحانه وتعالى على نجمع للشعب السوري، وأنا كما تكلمت ولو بالقليل. نعم. ريال مع ريال يعطي بإذن الله سبحانه وتعالى المليون، وكما تكلم الأستاذ حسن من. نعم. تركيا، أن بركة مبلغ أهل اليمن ولو كان قليل لكن له صدى وله وقع على الناس بشكل عام في المنطقة، حيث أن الشعب الفقير ربما الكادح. بالضبط. نعم. ومع ذلك يعطي، ومع ذلك يعطي ماله ومكوت أطفاله. نعم. كذلك كان معنا ربما نماذج من هذه الحقيقة، نماذج رائعة جدا هنا في البرنامج. إن إحدى الطالبات وكانت صغيرة في السن ربما 12 عاما أو 13 عاما. نعم. تبرعت بحصارتها. أيه. وأخرى تبرعت مصروفها لمدة شهر. نعم. فإذن هذه حقيقة، وكذلك ربما بعضهم تبرعت بحليها أو بخاتم أو كذا، فأعتقد أن المرأة أغلى ما تملك وحليها. حلية. أغلى ما تملك. نعم. فإنها تتبرع فيه، فأعتقد أنه الشيء هذا يدل على الحب العميق والعاطفة وكذلك الانتماء. بالضبط. الانتماء. أود أن أشكر أحد الأخوة المتبرعين من عدن، هو تبرع تقريبا ب80 كرتون مواد ملابس. نعم، ملابس. وجزاه الله خير. وأقول للأخوة المتبرعين بالمواد العينية، نحن نعاني من صعوبة نقلها إلى تركيا لأنها تحتاج منكم ضعف قيمتها نقل. نعم. ونشوف المسافة كبيرة، فمن كان يريد أن يتبرع لإخوانه في سوريا فليتبرغ بالمبلغ بالمال، ونحن كما حتى لو كان قليل. نعم. ولو كان قليل ما فيش مشكلة، ونحن سنوثق له إذا يريد. وإذا يريد الدعوة من هنا للأخوة الذين يريدون أن يذهبوا بأنفسهم سواء كانوا تجار أو متبرعين، أهلا وسهلا، يأتي معنا يدخل معنا إلى هناك ويشوف بنفسه بإذن الله. إذا ربما هذا حقيقة جهد رائع أستاذ محمد، وأتمنى أن يتواصل المدد لإخواننا في سوريا. مواصلين. فهو شعب كريم، شعب معطاء، كان ولا زال بإذن الله الشعب اليمني وكذلك الشعب السوري من قبله، لكن الشعب السوري يمر بضائقة الآن. أتمنى من الأمة أن تتحرك وتحدو حدو اليمن، هذه الدولة الفقيرة لكنها مع ذلك تعطي من قوت أطفالها. أتمنى تلك الدول حقيقة التي تعاني من التخمة أن تتبرع بجزء يسير حتى وتقتدي باليمن حقيقة. أشكرك الأستاذ محمد المعزب، مدير إدارة الإغاثة لجمعية الإصلاح، شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم في الاستوديو. كذلك مشاهدينا الكرام، إلى هنا حقيقة نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. وصلنا إلى نهاية البرنامج، وما زالت المعاناة في سوريا مستمرة، وكذلك ما زالت حملة أغيثوهم مستمرة لنصرة إخواننا في سوريا. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الأيادي البيضاء، هذا أحمد أديب يحييكم في أمان الله.